الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين في أعقاب الإعصار المدمر الذي ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية، واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز مسترال جمال عبد الناصر تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة. والله نشكر أخوتنا المصرية على المساعدات أخوتهم الشعب الليبي في الكارثة اللي المأساوية اللي صارت في مدينة درنا، بارك الله فيهم ونشكرهم على المجهودات اللي قاموا بها بحث الإغاثة الإنسانية للشعب الليبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أنا تبهرت، حاجة تشرف بجد. يعني في مستشفيات تبع القوات المسلحة، في سيارات إسعاف، في معدات. أنا طبعا أنا معايا كساحة، محملنا معدات كتير بنودوها نطلع بها دارنا. كله عمل مجهود جبار بصراحة، يعني إمكانيات رهيبة، الله أكبر عليهم وربنا يحميهم. حاجة تفرح، حاجة تشرح القلب بصراحة. أشكر أخوتنا المصرية على المجهودات الذي ساعدونا به وساعدوا مدينة درنا والمدن المنكوبة، نشكرهم شكرا جزيلا، وإن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي يدوم المحبة بين الدول، ومصر وليبيا واحدة إن شاء الله. والله مصر بالنسبة لمصر والله ما قصرت بالمساعدات، مساعدات جنة بر وبحر وجو، يعني ما قصرتش مصر صراحة. الحق مصر صاحبة واجب من قديم الزمان، طبعا نقولوا تحيا مصر تحيا مصر. طبعا منذ اليوم الأول جمهورية مصر العربية قدمت مساعدات للمدن المنكوبة في ليبيا، في شرق ليبيا، ونحن هذا اليوم استدعونا القاعدة البحرية طبرق لوصول باخرة مصرية فيها بعض المساعدات، وكذلك في مستشفى ميداني. نحن بالجانب الطبي الميداني قبل الأطباء هم على أوبة الاستعداد لكي يتم مساعدة درنا وإنقاذ الحالات اللي من درنا. نحن في داخل مركز طبرق الطبي يوجد عندنا ما يقارب على 22 حالة، ممكن حيتم إخلاء بعض الحالات من هذه الحالات إلى هذه البارجة لكي يتم رعايتهم. فنشكر الشعب المصري، نشكر القيادة المصرية على الوقفة الجادة بجانب قوتهم في ليبيا. كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عددا من الحالات المرضية، وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم. صعب نوصف لك، يعني شيء مرعب، شيء ضخم، شيء الكلمات ما تقدرش توصف صراحة. قلت لهم شباب، يعني قلت لهم على راسي من فوق والله، يعني نشكر كل حد عالجني وكل حد ديني، بس أنا بالنسبة لي أنا والله حسيت براحة نفسية الحمد لله. يعني بديت نربط، بديت يعني حط راسي غامض عيوني نربط، حس باهتمام مش طبيعي والله. يعني حتى لو أنا بين أهلي مش حنت معامل المعاملة والله، يعني نخجل منهم، أصبحت نخجل منهم سبحان الله. يعني كأنك حس نفسي في مصر، مصر هي راي في الروح. كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة. وترحم على الشهداء في هذا الحدث الذي هز مع أخواتنا الدول العربية شقيقة ودعمهم بالمال والرجال
ما أدى هذه رحمة بيننا، وأن شعب مصري وشعب ليبي شعب أخوة شقاء. ونشكر دعم الشعب المصري وجيش الشعب المصري على مساهمتهم وأعانتنا في هذه المحنة. نسأل الله أن يوفق الجميع ويستمروا على وحدتنا. والحمد لله نشكر الحكومة الليبية والحكومة المصرية اللي شرفتنا هنا وسعفتنا وسعفت الناس كلها ونقذ الناس من تحت الأنقاض. فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنا عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخي بين الشعوب، وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد كريشتوف سولاي بوبروفنسكي وزير دفاع المجر والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع دولة المجر في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من تطور خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري المشترك مستقبليا. من جانبه أكد وزير الدفاع المجري حرص بلاده على دعم سبل التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير المجري والملحق العسكري لدولة المجر بالقاهرة. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الصاعد 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية.
ونفذت أعمال القصف المدفعي على الأهداف المخططة. كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي. لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة. واختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوي لفريق الألعاب الجوية المصري سيلفر ستارز ترحيباً بالدول المشاركة بالتدريب. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مؤكداً على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة. اشتراك القوات في حد ذاتها في تنفيذ تدريبات مشتركة في موضوعات مختلفة ده شيء مهم جدا. كل مجهوداتنا واشتراكنا وتعاوننا معا بهدف تحقيق الاستقرار والأمن للربع العالم. أنا سعيد جدا بهذا التدريب، سعيد بحجم المشاركة من الدول المختلفة، سعيد بحجم الموضوعات اللي تم تداولها في هذا التدريب، سواء موضوعات للقيادة والسيطرة على مستوى مراكز القيادة أو سواء موضوعات تكتيكية في تنفيذ أنشطة معينة، وهي أنشطة مختلفة سواء كانت أنشطة على مستوى البر أو على مستوى الجو أو مستوى البحر. وبالتالي دمج هذه الأنشطة كلها في النهاية دي حاجة تساعدنا. نتمنى إن شاء الله التدريب المستقبلي كان يكون فيه حجم الاشتراك أكتر من الدول المختلفة. أنا سعيد جدا بوجودكم بينا في هذا التدريب، وبشكر جميع القوات اللي بذلت الجهد في هذا التدريب. أتمنى لكم جميعا التوفيق، نتمنى الاستقرار والسلام والأمن لجميع دول العالم.